حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، تزامنا مع انطلاق مليونية 25 من شباط ضد حكم الأحزاب الفاسدة. ما زلنا مع سلسلة متابعتنا الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرارها على الرغم من القمع الحكومي والميليشياوي للحراك الشعبي. نرحب مشاهدينا بضيفنا الباحث في الشأن العراقي سيد شاهو القرداغي، مرحبا بك. تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. وحياك الله. إذا مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونتابع. أهلا بكم مجددا. إذن أستاذ شاهو، الحشود اليوم بدأت تتوافد إلى ساحة التحرير وسط بغداد دعما لمليونية 25 من شهر شباط عام 2011. كيف ترى استعداد المتظاهرين للمشاركة في هذه المليونية على الرغم من الظروف الجوية السيئة اليوم؟ حقيقة كان هناك أمطار اليوم أيضا في الساحات، ولكن هذه يعني المتظاهرين لم يمنعهم أو يعرقلهم الرصاص والقنص والقتل، فكيف بالظروف الجوية؟ وعلى الرغم من أيضا في بداية اليوم غرد مقتدى الصدر طالبا المتظاهرين بعدم المشاركة في التظاهرات وأنه خوفا على صحتهم، ولكن المشاركة الكبيرة الواسعة أظهرت نتائج عكسية بالنسبة للسياسيين وخاصة بالنسبة لمقتدى الصدر الذي يريد إلى الآن أو يتوهم أنه يقود الثورة والمتظاهرين. خرجوا بأعداد كبيرة ورفعوا هتافات والشعارات التي أكدوها منذ اليوم الأول للمظاهرات، لأنهم أدركوا أنه إلى الآن لم يتحقق هذه الأهداف، لم يتحقق هذه المطالب الحقة المشروعة. وإلى الآن أيضا الأجهزة الأمنية كانت موجودة وتتربص بالمتظاهرين وأيضا تترقب حركاتهم وتعلم جيدا من يدخل من يخرج وترصد هذه الحركات حتى قمعهم لاحقا. وبالتالي الطرف الأمني أيضا مصر على التعامل الأمني، على التعامل بالعقلية الأمنية وليس بالعقلية الاستجابة لمطالب المتظاهرين. بالفترة الأخيرة تكليف العلاوي محمد توفيق العلاوي من قبل رئيس الجمهورية والتطورات التي حصلت لم تقنع المتظاهرين إلى الآن. المتظاهرون يدركون أن الأطراف السياسية عندما يتفقون يسرقون وعندما يختلفون يقتلون. يعني الخلافات السياسية بين السياسيين يتم حلها عن طريق التفجيرات والتفخيخات والمفخات ويعني قتل الآخرين بالشوارع. وبالتالي هذا الإصرار الذي نراه اليوم وخاصة من شريحة مهمة هي شريحة الطلاب وخروجهم بهذا الطريقة للشوارع يؤكد على أن هذه الشريحة لم تعد تكترث بالاتفاقيات والمحاصصات الموجودة داخل الأطراف السياسية وتبحث عن بديل، تريد بديل. البديل هو دائما لو نظرنا إلى التصريحات السياسية منذ اليوم الأول للثورة إلى اليوم، هناك تخويف من الذهاب إلى الفوضى. ولكن السؤال الأبرز، هل نحن نهرب إلى الفوضى أو نخرج من الفوضى؟ يعني المواطن العراقي منذ 2003 يعيش في فوضى أمنية اقتصادية سياسية. الآن لا يمكن إخافته أو ترهيبه بمقولة أننا سوف ندخل في فوضى إذا استمرت المتظاهرات، لأنه أصلا يعيش في الفوضى. فهي الحروب من الفوضى، الهروب من الفوضى وليس للفوضى. المتظاهر العراقي، المواطن العراقي أدرك تماما أنه ماذا سيكون هناك، هل هناك أسوأ من هذا الظرف الذي يعيش فيه؟ على الرغم من المناشدات المتكررة من قبل السياسيين بمنح فرصة أيضا لعلاوي حتى يكشف عن قدراته و يعني عن كفاءته في الحكومة الجديدة، ولكن هذا الأمر أيضا لم يقنع المتظاهرين، لأنه بسبب المعلومات المنشورة وأيضا أمس نشرت رويترز تقريرا كاملا أن اختيار علاوي أصلا كانت من قم. يعني علاوي لم يخرج نتيجة اتفاق ساحات التظاهر أو نتيجة اتفاق المتظاهرين مع الطبقة السياسية أو احتراما لهم أو تقديرا لآرائهم، بل خرج نتيجة اتفاق سياسي في قم حصل بين مقتدى الصدر والطرف الإيراني. وبالتالي هذا يؤكد أن
الإرادة العراقية ما زالت مصادرة من قبل الفاعل السياسي الإيراني داخل العراق، ولا يمكن التعويل على علاوي كما لم نعول نحن على عبد المهدي، ولكن أطراف كثيرة عولت عليه واعتبرته عقلية تستطيع أن تغير، ولكن علاوي أيضا هو نموذج مكرر تماما ويشبه عبد المهدي حتى في وعوده وتعهداته. يعني الآن تصريحات علاوي هو نفس تصريحات عبد المهدي في بداية قدومه لرئاسة الوزراء، يشعر أنه قد يستطيع أن يحل الأمور. الوفد الذي جلس مع علاوي يقولون أنه يتحدث كأن الوحي منزل إليه ويقول أنا أقوم بواجبي الشرعي. يعني من الآن بدأ بتفعيل عقليته الأيديولوجية. نعم. من الآن بدأ بتعامل بهذه العقلية الحزبية الفكرية الأيديولوجية المرتبطة بمحور المقاومة ومحور الإيراني والواجب الشرعي والديني. يعني إذا كان من الآن يتعامل بهذه الطريقة، فكيف غدا؟ هل لديه مشروع اقتصادي؟ هل لديه مشروع لتحسين الوضع الأمني للسيطرة على أكثر من 50 ميليشيا موجود فقط في بغداد؟ لا يعترفون بأجهزة الدولة، لا يعترفون بأجهزة المؤسسات العسكرية والأمنية، ما أقوى من السلطة بلا شك. وهو إلى الآن لم نسمع أي وعد أو تعهد بالتخلص من هؤلاء، لأن هؤلاء حتى لو كان مهمة علاوي مثلا، مهمة علاوي كانت مؤقتة لتهيئة الظروف للانتخابات. أبرز معرقل في المناطق السنية وأيضا في المناطق الشيعية التي تقوم بإخافة المواطنين والمصوتين في الانتخابات هو الميليشيات والسلاح. صحيح. وفوضى السلاح. إذن بدون حل هذه المشكلة، المشكلة الرئيسية أنا أعتقد بدون حل هذه المشكلة لا يمكن أصلاً تهيئة الأجواء لانتخابات مبكرة. نعم. يعني الأجواء لن تتهيئ أصلاً. طيب أستاذ شاهر، اليوم هذه الحشود الجماهيرية، التظاهرات كما تعلم توافق اليوم ذكرى 25 من شباط عام 2011 التي قمعها المالكي، إلى أي مدى استدعى الثوار روح هذه الثورة، ثورة 25 من شباط قبل نحو 9 سنين ضد المالكي والأحزاب الفاسدة، إلى أي مدى حاول أن يستدعي روح الثورة هذا اليوم في ظل تشابه الظروف ربما وتفاقمها أيضا؟ بالطبع يعني الظروف متشابهة بل أصبحت أسوأ، ولكن قد يكون المختلف الأمر، يعني المختلف الأبرز، النقطة الأبرز في النقطة هو مشاركة شريحة أكبر في المظاهرات الحالية. في زمن المالكي كان المالكي يعمل على الوتر الطائفي. صحيح. يحاول إبراز نفسه كأنه حامل مذهب. كان يريد تسويق هذه الفكرة بأنه يستطيع حماية المكون الشيعي من المكون السني الذي يريد أن يقتلهم ويقضي عليهم. هذه الفكرة قد طغت واستمرت لفترة معينة، ولكن الآن الكثير من المواطنين يدركون أنهم ظلموا هؤلاء الذين خرجوا ضد المالكي. الآن يشعرون بهذا الخطيئة، أنهم كانوا يجب أن يدعمون هذا الحراك الشعبي الذي لو نجح في 2011 كان وضع العراق مختلفا تماما. صحيح. تجنبنا ظهور داعش وتجنبنا تدمير المدن والمحافظات وتجنبنا هذا الظروف التي نعيشها اليوم، ولم يكن المواطنون الآن يخرجون بهذه الطريقة ويقتلون بهذه الطريقة. لأن المؤسس الأساسي للفساد والميليشيات كان نوري المالكي. صحيح. لأنه أسس لهذا الأمر منذ 2006 ولم يكن هناك من يقف بوجهه، وعندما حصل مظاهرات فورا قام بشيطنة المظاهرات وفق خطة إيرانية واضحة، أولا لشيطنتهم اتهامهم بالإرهاب، طبعا بعد أن تماطل ولم يستجب لمطالبهم أيضا قام بشيطنتهم، وبعدها قضى عليهم بتأييد، للأسف بتأييد الأطراف السياسية التي بينما كانت مطالبهم يعني بسيطة، نفس المطالب، القضاء على الأقصاء والتهميش وإطلاق سراح الأبرياء. نعم بالطبع. يعني بسيطة ممكن تنفيذها. والآن لماذا يعني يتم تكرار هذا النموذج الذي شهدناه سابقا؟ نعم. أربع إرهاب وقتها كان موجود. الآن هناك أصدقاء يعتقلون في ساحة التحرير بأربع إرهاب. صحيح. نفس يعني نفس المشهد يتكرر ولكن بوجوه مختلفة. على الرغم من أن قد يكون هناك خصوم للمالكي موجودون الآن داخل السلطة. نعم. ويعتبرون المالكي الدكتاتور، ولكنهم يمارسون نفس تصرفات المالكي، لأن المنظومة بالكامل منظومة أمنية تتعامل مع الصوت الآخر، تتعامل مع الصوت الحر بطريقة
أمنية تخاف من هذا الصوت، يجب أن تقضي على أي شخص ينتقد أو يعارض هذا النظام، هذا النظام المحاصص الموجود، وبالتالي العقلية نفس العقلية بأساليب مختلفة. يعني مثلا أمس استبقت القوات الحكومية مليونية اليوم بإحراق خيام المعتصمين في نفق التحرير وسط بغداد، يعني وهي تستخدم كما تعلم بنادق الصيد ضد هؤلاء المتظاهرين المدنيين. هل ما زال أستاذ شاهو تعتقد السلطة أن هذه الهجمات أو الأساليب القمعية يمكن أن تنهي هذا الحراك الثوري؟ للأسف الإصرار على، يعني نحن إذا عدنا للوراء وتذكرنا بدأنا بالقنص، نعم، يعني لم نبدأ بالأحجار والأسلحة العادية، بدأ بالقنص، صحيح، ثم تم استخدام القنابل في بعض الأماكن، ثم الرصاص الحي والرصاص المطاطي، وبعدها وصلنا إلى رصاص الصيد. يعني كأنهم يتعاملون مع المواطنين كالحيوانات، يعني يستخدمون يعني أسلحة معينة للحيوانات وليس للإنسان. نعم. وبالتالي نرى أن هناك تصاعد وهناك إصرار على استخدام الآلة القمعية. وأيضا إذا تتابع التفكير العقلية السياسية للعقلية، يعني للطبقة السياسية، تفكيرهم مقتدى الصدر، يعني يقول المتظاهرون كانوا أبنائي ويحتاجون إلى جرة إذن. هذا الكلام يعني مهم جدا، هذا اعتراف صريح بأنه وراء عمليات القتل التي حصلت بعدما وجه ميليشياته، ميليشيات القبعات الزرق، للمهاجمة المتظاهرين لفرض محمد توفيق علاوي عليهم. وبالتالي السياسيين هم يعترفون بشكل واضح أن هم يعني يلجؤون إلى التعامل الأمني، لأن التعامل الغير أمني بمواجهة ثورة سلمية حافظت على سلميتها منذ أكتوبر العام الماضي إلى الآن، هذا يهدد المنظومة السياسية بالكامل. صحيح. يعني ليس داخليا فقط بل خارجيا أيضا، أثبت المواطنون العراقيون وخاصة الشباب أنهم على وعي ودراية كاملة بأنهم لا يمكن استفزازهم بتعامل السلطة الوحشي مع المتظاهرين. نعم. طبعا الهدف الرئيسي من تعامل الأمني والتعامل الأسلحة ضد المتظاهرين ليس القضاء على الثورة فقط، بل دفعها لحمل السلاح ودفعها للعنف. لأن السلطة لو نجحت في دفع المتظاهرين لحمل السلاح أو للتوجه إلى العنف كردة فعل على عنف السلطة، سوف يخلق مبررا كافيا للسلطة حتى تقمع المظاهرات بحجة الإرهاب. وإلى الآن فشل في ذلك. نعم. وستفشل، أنا أجزم بذلك، لأن نسبة الوعي والإدراك الموجود في الساحات هي أكبر من الوعي الموجود عند الطبقة السياسية بالكامل. يعني أي شاب من الشباب الموجودين في ساحة التحرير لديه وعي كامل ويدرك خطط السلطة ومخططاتهم للقضاء على الثورة، وبالتالي لا يسمح للطبقة السياسية بأن تحاول استغلال نقاط الضعف موجود في داخل الساحات. إلى الآن العقلية الأمنية موجودة، وإلى الآن العقلية الأمنية هي السائدة، وهي التي تعتقد أنها بإمكانها ضرب المظاهرات بالقوة والعنف والسلاح، ولكنها فشلت وستفشل في المستقبل، لأنه كل ما زادت هذا العنف كل ما زاد الإصرار، وأيضا قل التعاطف الدولي مع الحكومة العراقية. يعني نحن رأينا أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة، يعني من المعيب أن بومبيو يتصل بالرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ويطالبه باحترام المتظاهرين وعدم قتلهم ومحاسبة المتورطين. يعني هذا يدل على أنه العالم كله أدرك أن هذه السلطة لا تحمي المتظاهرين، هذه السلطة تعادي أحلام الشباب، وبالتالي هم ينصحونهم بعدم قتل المتظاهرين والاستجابة لمطالبهم. نعم. من هنا أستاذ شاهو بالعودة إلى تصريحات السيد مقتدى صدر، هو أعلن كما تعلم عدائه للثوار وطلبهم يعني بعدم الاستمرار بالإضراب العام. يعني ألا ترى أن هذه الثورة كشفت بعض الوجوه التي طالما حاولت خداع الشعب العراقي؟ وهل تعتقد أن من هذه الوجوه مقتدى صدر انكشف لهؤلاء المتظاهرين والجماهير عموما؟ تماما، مقتدى صدر للأسف كان
يقال دائما الصدارة للصدر، ويستغل هذه المكانة الدينية أو المكانة الدينية لعائلته حتى يبرز نفسه ويظهر بشكل أكبر. له قاعدة شعبية، قاعدة شعبية كان ممكن أن يستغلها لمصلحة هذه الثورة. بالفعل بالفعل. وهو يعني شارك عندما الأسبوع الأول كان مترددا، ولكن الأسبوع الثاني عندما أدرك أن الحراك حقيقي، يعني لأنه كان يؤيد قمع المظاهرات في الأسبوع الأول ولكن لم ينتهي، فحاول ركوب الموجة. بعدها حتى أنصاره أدركوا أن هناك خلل في هذا الشخص، يعني تناقضاته الرهيبة وتناقضاته المستمرة يدل على أنه ليس شخص سياسي بل شخص انتهازي، وأيضا يريد أن يستغل الحراك الموجود لصالحه ولابتزاز الأطراف السياسية الأخرى حتى يستجيبوا لمطالبه السياسية ويضغط عليهم، يضغط عليهم باتجاه تحقيق مطالبه السياسية عن طريق تحريك الشارع. هذا الأمر كان مستمر. يعني نحن إذا رأينا عدنا للوراء مليونيات الصدر، مليونيات الصدر كانت تبدأ وتنتهي دون تحقيق أي هدف للمتظاهرين، تبدأ وتنتهي، ولكن الصدر يحقق أهدافه، الاعتصامات، نعم، وضع الخيم، رفع الخيم، الخروج إلى الشارع، العودة إلى الشارع. هذه التناقضات المستمرة انكشفت في ثورة تشرين أكتوبر، لأن المواطنين كانوا ينتظرون منه. هل هذا المخطط من سيد مقتدى الصدر تعتقد أنه يعني كان من يحركه داخليا أم خارجيا؟ أنا أتوقع الإرباك الذي حصل عند مقتدى الصدر وخاصة مواقفه الأخيرة كان بسبب اغتيال قاسم سليماني. عملية مقتل قاسم سليماني أثر بشكل كبير على الملف العراقي وعلى القيادات السياسية العراقية. حتى في إيران هناك إدراك بأن السياسيين يعني قادة الأحزاب السياسية العراقية الشيعية عاجزة عن إدارة أمورها، وبالتالي يجب أن يضعوا وصيا فوقهم، ولهذا لجأوا بعد مقتل سليماني لجأوا إلى حسن نصر الله، وهو كلف محمد كوثراني ليأتي إلى العراق ويدير هذه الجماعات. إذن هذه الجماعات لا تستطيع أن تتحرك دون أن يكون هناك شخص خارجي يوجههم ويقوم حتى لو كان مقتدى الصدر، حتى مقتدى الصدر يحرك من الخارج، مقتدى الصدر تماما يحرك من الخارج. وبالتالي نحن نرى أنه فورا يتوجه إلى قم ثم يعود من جديد ويتخذ مواقف مغايرة لما كان يتبناه سابقا. وهذا الموقف الأخير عندما حاول القضاء على الثورة لأجل مصالحه، لأن الاتفاق الآن هو أن يكون زعيما لكل ميليشيات الشيعية ويرفع شعار خروج القوات الأمريكية مقابل إعطائه الحصة الأكبر داخل الحكومة، وأيضا إخماده التظاهرات. يعني هو أعطى هذا الوعد بأن يقضي على التظاهرات حتى يقبل الإيرانيين بالتعويل عليه بشكل كامل في الملف العراقي. ولكن مقتدى الصدر قال إن إيران أبلغته بأنها يعني لا تريد التدخل في شؤون العراق. هذا التصريح بالذات طبعا نحن لا نستطيع أن نتأكد من هذا الأمر، وحتى لو تأكدنا يعني تحدث عن التدخل الأمريكي ودائما يهدد، وقال إذا بومبيو تكرر هذا الفعل مرة أخرى سيكون لنا موقف. أين موقفك من تصريح مستشار خامنئي عندما قال أن محمد توفيق علاوي شخص مؤمن ومناضل ونحن نثق فيه وسيتم تمريره في البرلمان؟ نعم. أين مواقفه من التصريحات الإيرانية الواضحة بأن هناك تدخل إيراني مباشر؟ السفير الإيراني في بغداد قبل أيام يقول سيتم إخراج القوات الأمريكية لأن العراق لم تعد بحاجة إلى هذه القوات. السفير الإيراني في بغداد لم يخرج أحد مع مقتدى الصدر أيضا بإدانة هذه التصريحات واعتباره تدخلا في شؤون العراق أو يمس بسيادة العراق. هو يقول أن إيران لا تريد وعدنا بالتدخل، ولكن هل هذا الكلام صحيح؟ وهل إيران فعلا لن تتدخل بعد الآن؟ أصلا المرشح إذا كان مختارا من قبل الإيرانيين ليس هناك داعي للتدخل إيراني مباشر، لأن هناك وكلاء إيرانيين داخل العراق يحمون مصالح الإيرانيين أكثر من الإيرانيين أنفسهم، يعني ملكيون أكثر من الملك. ملكيون أكثر من الملك. نعم. الآن هناك خبر عاجل يظهر أسفل الشاشة، القوات الحكومية وميليشياتها تهاجم المتظاهرين قرب ساحة الخلاني وسط بغداد بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. ربما تصلنا أيضا صور مباشرة الآن أو بعد قليل. الآن معنا إذن صور مباشرة لنشاهد.
شلونكم شباب قلبي؟ شلونكم شباب حبايب قلبي؟ شوفوا يعني يرمون علينا طلق حي، وجاي يرمون علينا صوتيات. كما شاهدنا أيضا مشاهدينا الكرام هذه الصور التي وردتنا قبل قليل من ساحة الخلاني، والآن استشهاد متظاهر بنيران القوات الحكومية وميليشياتها وإصابة 17 آخرين قرب ساحة الخلاني وسط بغداد. إذا ساشاه الأساليب التي ذكرناها هي ذاتها نفسها تمارس على المتظاهرين المدنيين السلميين، والآن شهيد و17 جريحا في ساحة الخلاني. محاولة إنهاء هذه التظاهرات بالقوة، بالقمع، بالرصاص الحي، بالقنابل، بشتى الوسائل لإخماد هذه التظاهرات، كيف تعلق؟ الرحمة للشهداء ونتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى. في الحقيقة هنا النقطة جوهرية أن هذا القمع الذي يستخدم طبعا متفق عليه لإنهاء التظاهرات، ومن خلال تصريحات مقتدى الصدر من الممكن استخراج هذه النقطة الرئيسية وأنه يريد إنهاء التظاهرات بأي شيء بأي طريقة. ولكن الأمر الآخر في الجانب الآخر، هذه الأساليب القمع تؤكد للمتظاهرين وللمواطن العراقي بأنهم إذا لم يخرجوا اليوم ولم يغيروا
سيبقى آلة القمع موجودة وسينتقم منهم واحدا تلو الآخر. الآن هذه العقلية التي نراها اليوم، الآن هذا القتل، عمليات القتل، محمد توفيق علاوي المرشح المكلف من قبل رئيس الجمهورية طالب المتظاهرين بالبقاء في الساحات. نعم. عادل عبد المهدي المستقيل طالبهم أيضا وقال سنحميهم. إذن إما أن هناك دولتين في العراق تحكمان، دولة ظاهرة هذا للشكل الديمقراطي وللعالم الخارجي ولتخدير المواطنين، ولو دولة عميقة هي الدولة الحقيقية التي تحكم وتقمع المتظاهرين. وإما أن يكون هناك يعني اتفاق بين طرفين، الطرف الميليشياوي والطرف الحكومي، بأن يخرج مواقف رسمية مؤيدة للمظاهرات وفي الخفاء يتم التخطيط للقضاء على التظاهرات. وهذا ما يبدو بلا شك. لماذا؟ لأنه حسب التقارير، تقرير آخر تقرير الغارديان البريطانية أكدت أن هناك عناصر أمنية من المخابرات ومن الجيش ومن الشرطة موجودون في داخل الساحة ويعرفون كل من يدخل إلى الساحة وكل من يخرج منها. صحيح. وبالتالي إذا كان لديهم هذه التفاصيل البسيطة على المتظاهرين، هل يجهلون الطرف الميليشياوي الذي يأتي بمواكب سيارات وأسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة ويدخل إلى الساحة ويقتل ثم يعود ولا يكشفون اسم أي طرف أو أي ميليشيا ولا يتدخلون أيضا لحماية أبدا المتوضع. بالعكس هم يغطون على عمل هذه الميليشيات. يعني نحن من البداية قلنا قد يكون القوات الأمنية العاجزة أو ليست لديها القدرة الكافية، ولكن في الفترة الأخيرة ظهر العكس تماما، ظهر أن القوات الأمنية هي التي تقتل. يعني أصدقاؤنا تم اعتقالهم من قبل القوات الأمنية وانتزاع الاعتراف منهم بالقوة وبأنهم إرهابيون ومحاكمتهم بموجب هذه التهم التي انتزعت منهم بالتعذيب. من قام بهذا ليس الميليشيات بل القوات الأمنية. وبالتالي هذه أيضا هذه المظاهر هي تبادل أدوار طبعا بين الميليشيات والطرف الثالث والمجهولين المسلحين المجهولين والقوات الأمنية، كلهم متفقين على أنه قد يكون بلعب الدور ميليشيا من الميليشيات، ولكن سيتم اتهام مسلحين مجهولين. يعني مثلا عمل الخطف، الاغتيال، تماما هكذا تتوزع. من 2003 إلى الآن نفس السيناريو، ولكن في التظاهرات الناشطين خطف واغتيال وغيرها من الأساليب طبعا تتوزع هذه الأعمال. هم يرصدون خاصة الناشطين المؤثرين على الساحة. وأيضا معلومة أخرى بعض الأصدقاء تحدثوا عنها، أن التطرق أو انتقاد مقتدى الصدر داخل الساحات، وإذا عرفوا أن الشخص هذا ينتقد يعني يصر على انتقاد إما يتم اختطافه أو اغتياله، لأنهم لا يسمحون بمس هذه القدسية أو الهالة المقدسة التي صنعوها خلال السنوات الماضية ويريدون أن تبقى. لأنه حقيقة كعوامل داخلية لم يبقى لديهم ما يؤهلهم للبقاء والاستمرار في السلطة. يعني أي دولة في العالم كيف تشرعن بقائها، أو أي حزب حاكم كيف تشرعن بقائها؟ عن طريق تقديم الخدمات، حماية السيادة الوطنية، تأسيس الدولة، بناء الدولة. هم فشلوا في تقديم هذه الأمور، فشلوا في تقديم الخدمات، فشلوا في حماية السيادة، وحتى شرعيتهم مشكوك فيها لأنهم وصلوا بانتخابات مزورة ومتلاعب فيها. إذن ما يبقيهم في السلطة هو هذا الهالة الدينية التي صنعوها داخل المجتمع، والآن بدأت تنهار. أستاذ شاهو، أن يصرح الصدر بأن خروج هذه الميليشيات ما تسمى بالقبعات الزرق كان شكليا فقط، ما معنى ذلك؟ أنها مستمرة في جرائمها وقمعها، ألا يدين ذلك الصدر بهذا التصريح؟ نحن نستطيع أن لا نقترب من هذا التصريح أصلاً، بل التصريح الآخر الذي قال أنا سوف إذا هم عادوا تهديد. طبعاً قال أن هناك قيادات سنية إذا عادوا بالمفخخات نحن سنعود بأساليب أخرى. هنا السؤال الأبرز، صحيح. إذا كنت تعلم أن هناك قيادات سنية تدعم الإرهاب، وإذا كنت صادقاً في ذلك، لماذا لا تكشف أسماءهم حتى الشعب أيضاً يعلمهم؟ أم أنه مجرد كذبة لشرعنة عودة جيش المهدي بشكل أقوى؟ طبعا هو ذكر أن جيش المهدي مجمد وقد يعود في أي لحظة، هذا دليل آخر على أي شيء.
ولكن الصدر لماذا استخدم هذا الأسلوب؟ قال مفخخات وسيارات ملغمة وقادة سنة وهكذا. طبعا يعني هو هذا الأمر مهم جدا الآن سوف أعود إليه، ولكن قبله تحدث عن استئناف عمل الجيش المهدي. الجيش المهدي نعم. مقتدى الصدر دائما يؤكد على حصر السلاح بيد الدولة ويقول نحن طرحنا ونحن نحن. الآن هو بنفسه أثبت كذب هذه الإدعاءات. لماذا؟ لأنه أكد أن الجيش المهدي ما زال موجود، وبتغريدة تعود الجرائم وأبو درع ويعود القتل والاغتيالات وعمليات الاختطاف. ولم يجمد منذ سنين يعني. وإذا جرائم مستمرة، ولكنه غير من جيش المهدي إلى سرايا السلام لمجرد أنه يقول أنا أتبرأ عن هذه الجرائم التي حصلت. الآن يعترف في نفسه أنه لا يتبرأ منها بل هو يتبناها. الشق الآخر الأهم وهو لماذا توجه إلى هذا الخطاب الطائفي بهذا الوقت، على الرغم من أنهم يقولون العراق الواحد ولا يوجد طائفية وأن جميعنا أخوة، وهذا الأمر أيضا لشتت الأنظار وتحريف يعني حرف مسار المظاهرات عما هو عليه. الآن هناك جبهتين داخل العراق، جبهة تطالب بالإصلاح وهم المتظاهرون، وجبهة الفساد. جبهة الفساد فيه من كل المكونات، يعني ليس مكون واحد. صحيح. هو يريد أن يعيد العجلة إلى الوراء ويعزف على الوتر الطائفي من جديد، مثلما فعل المالكي في عام 2011 تماماً. ولكنه يعتقد أن حتى نفوذه داخل الشيعة، داخل مكون الشيعة، قد يمكن استعادته عن طريق تخويفهم بأن الإرهاب السني يعود، إذا نحن يجب أن نعيد الميليشيات. ولكن أنا لأنه أدرك أن شعبيته الآن قلت كثيراً، حتى داخل المكون الشيعي أيضاً انتهى، لأن الجميع أدرك حقيقة هذا الرجل. وأنت عندما تقدس شخص وتعتبره زعيم قيادي، تعتبره قيادياً وتقدسه لأجل إنجازات حققها لك أو للدولة. ما هو الإنجازات التي حققها هذا الشخص هو وغيره من السياسيين؟ لم يحقق أي إنجاز على أرض الواقع، بل مجرد عزز من الانتقام الطائفي والحروب الطائفية التي مر بها العراق، والآن يهدد بإعادة العراق إلى هذا الزمن. طبعاً الطبقة السياسية هؤلاء وخاصة مقتدى الصدر يستطيع أن يتعايش ويستمر في ظل بيئة الفوضى وفي ظل بيئة الحرب الأهلية إذا كانت موجودة. هؤلاء لا يستطيعون الاستمرار والبقاء في ظل الأمن والاستقرار. لأن المواطن عندما يكون هناك أمن واستقرار ينتظر المزيد. ولكن عندما يكون هناك فوضى يتمسك بمن يحميه أو يدعي حمايته. يعني هو يخاف من هذه النقطة، يخاف من تحقيق الأمن والاستقرار، وأن المتظاهرين يطالبون بالمزيد. ماذا لدى هذا الشخص؟ هذا الشخص يعتبر نفسه زعيم روحي وقائد سياسي ومصلح اجتماعي. حتى مع فيروس كورونا يعني أصبح يطلق نصائح وكأنه أيضا طبيب يستطيع شفاء الناس. وبالتالي يريد أن يلعب كل الأدوار، كل التناقضات يجمعها في نفسه، وعندما انهار هذا الأمر يعزف على الوتر الطائفي لإعادة العجلة إلى الوراء والقضاء على المظاهرات بهذه الطريقة. نعم. أيضا كما تعلم يعني الصدر فاخر بأنه شارك في تشكيل كل الحكومات في العراق بعد الاحتلال الأمريكي. كيف تفسر إذن دعوته وتظاهرات أنصاره لمحاربة الفساد؟ يعني هل كانت جزءا من تمثيلية الشعب؟ هذه النقطة جدا مهمة، وهو الاعتراف من قبله بأنه أي حكومة منذ 2003 لم تتشكل إلا بتدخل مباشر منه. نعم هكذا قال. نعم. طبعا هو حاول أن يمرر هذه النقطة بأنه سلبا أو إيجابا أو يتدخل أو لا أو يشارك، ولكنه شارك فعليا. والآن أيضا لديه وزارات، والآن أيضا لديه نواب في البرلمان ومشارك في حكومة. أصلا عبد المهدي كان نتيجة اتفاق بين مقتدى الصدر وهادي العامري. نعم. ولكن عندما فشل عبد المهدي استخدموه ككبش فداء وتخلصوا منه، وتبرأ مقتدى الصدر منه وأنهى يعني عمله ورفع الدعم عنه. طيب. الآن مجددا يخرج علاوي ليؤكد من جديد عن مقتدى الصدر أنه يدعمه. بعد أسبوع أو أسبوعين أو إذا فشل محمد توفيق علاوي في تحقيق وعوده أو تحقيق أو إعطاء الحصص المناسبة لمقتدى الصدر أو التيار الصدري، سيخرج مقتدى الصدر من جديد ويرفع الدعم عن محمد توفيق علاوي، لأن الصدر شخص متناقض لا يمكن التعويل عليه. يدعم ويرفع الدعم بدون أسباب معينة، فقط لتحصيل مكاسب سياسية له. طيب. ولتياره. طيب. إذن معنا هاتفيا الآن دكتورة لا عبد اللطيف، الأكاديمية والناشطة
في التظاهرات. مرحبا بك دكتورة آلاء. مرحبا بحضرتك ومشاهدتك الكرام وضيفك الكريم. أهلا بك. الحشود بدأت التوافد إلى ساحة التحرير في بغداد دعما لمليونية 25 من شباط، كيف وجدت استعداد المتظاهرين للمشاركة في هذه المليونية على الرغم من الظروف الجوية الصعبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في كل يوم يمر من عمر الانتفاضة نشوف العزم والإباء والصمود والتحدي يزيد بنفوس الشباب والشابات العراقيات الأصيلات والأصلاء متواجدين في ساحة التحرير. اليوم شبابنا وبناتنا تحدوا الظروف الجوية، تحدوا الإشاعات بتواجد فيروسات الأمراض المميتة، تحدوا مثل ما تحدوا سابقا القتل والخطف والتنكيل والإساءة اللفظية والإساءة الجسدية اللي تعرضوا لها الشباب وخاصة من فئة الطلاب وطالبات الجامعات، يثبتون تواجدهم من جديد في سوح الانتفاضة مصممين وعازمين على إجراء التغيير الجذري. صارت ضرورة حتمية إجراء تغيير جذري. لا إصلاح ولا هم يحزنون، لن يعودوا إلى بيوتهم إلا والعراق معهم. الآن إذن هذه المليونية كما تعلمين أو هذه التظاهرات هذا اليوم توافق ذكرى ثورة 25 من شباط في عام 2011، إلى أي مدى استدعى الثوار والمتظاهرون اليوم روح هذه التظاهرات قبل 9 سنين ضد المالكي والأحزاب الفاسدة اليوم، يعني في ظل تشابه الظروف وتفاقمها الآن؟ نعم، يمكن في وقتها في 25 شباط سابقا كانت الوعي بعد ممكن أن نوصف فتي، كان وعي في نفوس البعض والبعض الآخر لا يزال مخدوع بالقيادة بما يسمى بالقيادات الدينية والقيادات السياسية التي جاءت بمسميات مختلفة. اليوم نشهد حركة نهضة اجتاحت نفوس الشباب من أعمار المتوسط والثانوي إلى الجامعة. الوعي اللي صار يمتلكوه هو شيء يعني مبهر حقيقة، مبهر، يدعو إلى أنه إحنا نفخر أنه هؤلاء هم أبنائنا وهؤلاء هم أجيالنا، ويدعونا إلى الإطمئنان على مستقبل العراق. كنا في يوم من الأيام خائفين، ما هو الجيل الذي راح يجري التغيير بالعراق ومن سيبني العراق ومن؟ لا، الآن نحن مطمئنين تماما أن هذه الأجيال ستلد أجيالا أكثر عزما، وأن مستقبل العراق بأمان وازدهار إن شاء الله بوجودهم. القوات الحكومية أمس يعني استبقت التظاهرات اليوم بإحراق خيم المعتصمين في نفق التحرير في بغداد، وهي تستخدم أيضا بنادق الصيد ضد الثوار، وأيضا اليوم كانت هناك محاولات لفض هذه التظاهرات في ساحة الخلاني، وكانت هناك اعتداءات وشهداء وجرحى. هل ما زالت هذه السلطة تعتقد أن تلك الهجمات والأساليب القمعية بشتى صنوفها يمكن أن تنهي هذا الحراك الثوري؟ محاولات يائسة حقيقة. نحن تعودنا على كافة أنواع التجاوزات اللي ظهرت من سلطة قمعية، سلطة لصوص استحوذت على هرم كبير اسمه العراق، تمكنت من هذا الهرم في غفلة من الزمن، تحاول القتل والتنكيل بأبنائها. لكن هيهات، الثورة ليست في التحرير وليست في الساحات، الثورة في قلوب الناس. هذه حقيقة يجب أن يعيها كل واحد منهم. الثورة هي جمرة في قلوبنا، نحن فقدنا ما هو أعز من الإبن وجئنا لاستعادته، خرجنا تحت مسمى ولن نعود بدون الوطن.
شكرا جزيلا لك دكتورة آلاء عبد اللطيف، الأكاديمية والناشطة في التظاهرات. نعود إليك أستاذ شاهو، ربما كنت تكمل تفاخر الصدر بأنه شارك في تشكيل كل الحكومات بعد الاحتلال الأمريكي. تفضل. شارك وشارك في فساد هذه الحكومات، وكما أننا عندما نبحث عن إنجاز لا نجده لهذه الحكومات سواء في البنى التحتية أو في المشاريع الاقتصادية، والتي تؤكد الأرقام على هدر أكثر من 600 مليار دولار. الصدر أيضا مشارك في هدر هذه الأموال، ولكنه بذكائه واستخدام الهالة الدينية كان يتجنب الاتهام المباشر له، يعني كأن الاتهامات تذهب إلى نور المالكي، تذهب إلى حيدر العبادي، تذهب إلى، ولكنه هو كان مشاركا رئيسيا دون أن يتهمه أحد. الآن هو أصبح يؤكد أنه مدان، يعني بتصريحاته أكد أنه مدان. وأيضا هذه اللقاءات التلفزيونية على الرغم من أنه يريد إرسال رسائل معينة إيجابية، ولكن أنا أتوقع أن الرسائل التي أوصلها كلها سلبية، يعني أكد أنه زعيم ميليشيا أقرب منا. يعني حتى العودة إلى الألفاظ، يعني السياسيين الآن في الساحة العراقية يعني يستخدمون ألفاظ سوقية، وكأنهم جاءوا يعني يأتون من بيئة مختلفة أيضا. وهذا الأمر أيضا يؤكد على أنه ليس الرجل دولة، يعني لا يحمل فكرا نضجا يستطيع انتقال من العراق لدولة فاشلة وهشة إلى دولة ناجحة. وأيضا هذه الاعترافات، اعترافات مقتدى الصدر سواء من ناحية مشاركته في الحكومات التي تشكلت بعد 2003 أو مشاركته في عمليات القتل، ويضحك وهو يتعهد بإعادة ميليشياته، يعني يضحك بأنه يتحدث عن إزهاق أرواح الآلاف من المواطنين. لو كان في دولة محترمة لديها قضاء مستقل لكانت تتم محاكمته بتهمة هذه الجرائم بأنه مسؤول عنها، لأنه لم ينكر هذه الجرائم بل تعهد باستئنافها وإعادتها مرة أخرى. إذن هذا الرجل لا يحمل أي عقلية بناءة، لا يستطيع الاستجابة لمطالب المتظاهرين. هذه العقليات قد تكون في الستينيات والسبعينيات، قد تنجح في الترويج لنفسها، ولكن مع هذا الجيل، هذا الجيل الذي يرى المحيط حوله كله في تقدم وتطور مستمر، العالم مفتوح اليوم، العالم أيضاً مفتوح ويرى يعني يستطيع أن يبث ما يحدث الآن عبر الإنترنت تماماً للعالم. تماماً لا يستطيع أن يقتنع بأن يحكمه رجل دين محكوم أصلاً من الخارج، وهو وكيل لدولة خارجية وليس لديه أي إنجاز. يعني حتى لو أقنع الشعب العراقي، أقنع الشباب العراقي بأن يبقى في الحكم، يبقى لديه المكانة الدينية والسياسية إلى يوم القيامة. هل سيستطيع الاستجابة لمطالب هذا العصر، لمطالب هذه الشباب الموجودين، العقلية الأيديولوجية الذي لديه، والترويج لمواجهة الغرب ومواجهة الكفار واستدعاء حوادث تاريخية للترويج لنفسه؟ لا يمكن أن تنجح في بناء دولة مدنية ناجحة ديمقراطية، بل سوف يؤدي إلى بقاء العراق دولة متخلفة، دولة هشة وفاشلة، وساحة للصراع الإيراني الأمريكي، لأنهم يريدون هذا الشيء. الآن الهدف من القضاء على المظاهرات، والآن يستخدمون كل أساليب العنف، هو للقضاء على المظاهرات وإعادة الضغط على القوات الأمريكية للخروج تنفيذا للمطالب الإيرانية. طبعا هم في حقيقتهم لا يريدون أن تخرج أمريكا، لأن أمريكا إذا خرجتهم لا يستطيعون أن يديرون الدولة. ولكن من جاءت بهم. أي تماما ولكن تنفيذا لأوامر أمريكا لا يفكرون في مصالح العراق، في مصالح العراقيين، في جدوى من هذا الأمر، أوامر إيران. وإيران أيضا قد لا تريد الخروج الأمريكي التام، تريد فرض ضغوطات على أمريكا. ولكن هؤلاء لا يفكرون، لا يفكرون بمصلحة العراق، لا يفكرون بجدوى هذه الضغوطات، وبالتالي يبقون أدوات، أدوات إيرانية وقد تتخلى عنهم في أي وقت. إذن أستاذ شاهو، في آخر دقيقتين، بعد كل هذا التهديد والمراوغة، إلى أي مدى ترى إمكانية تحقيق هذه الثورة أهدافها؟ بلا شك كما قلت من الأول، البقاء في السلمية، النقطة السلمية أهم نقطة، وعدم الانجرار إلى العنف والإصرار على هذه المطالب، مطالب القضاء على المنظومة السياسية وتغييرها بالكامل تغييرا جذريا، وأيضا محاسبة حيتان الفساد والكشف عن كل رؤوس الميليشيات التي شاركت في قتل المتظاهرين.
سوف يؤدي إلى نجاح المظاهرات مستقبلا، لأنه كما نجح في الضغط على عبد المهدي لتقديم الاستقالة قد ينجح في تحقيق يعني أهداف أخرى، مطالب أخرى، ولكن في حال الإصرار والمشاركة الكاملة وعدم السماح للسلطة وإعلام السلطة بتشويه المتظاهرين أو الترويج لهم كأنهم يعرقلون البلاد أو يعرقلون أو يخربون البلاد، عدم الانجرار وراء هذه الإشاعات بل الاستمرار في السلمية والاستمرار في المشاركة الفاعلة وأيضا في إيصال الصوت الداخلي إلى الخارج بشكل أكثر قوة وبكل اللغات الموجودة. شكرا جزيلا لك. أيضا الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي، شكرا جزيلا لك. ونشكر أيضا مشاركة الدكتورة آلة عبد اللطيف الأكاديمية والناشطة في التظاهرات. شكرا لكم مشاهدينا من الرافدين، إلى اللقاء.